سلام بنات، كي دايره؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ كلشي بخير؟ اليوم غنشارك معكم اللوبيا. عندي راه دجاج، كاين عندي هنايا نص كيلو، ما فزكتوش انا كامل حيت على القياس اللي غندير. وعندي هنا الدجاج حيدت ليه الجلده، تيبغى واش ليا حيدتها. وكاين هنايا قصبر مطحون، انايا تنستعمل هادشي كامل تنديرو في مجمد، تيجيني هكا تيبقاو عندي مزيانين. والثومه كما وريتكم راه عندي دائما انايا مديراها مطحونه، والملح كي تشوفوا هي هنا. وهنايا كاينه جوج بصلات هما غنزيدهم، وكاين خرطوم عرق والطحميره حلوه وشويه ابزار والزيت ومطيشه ديال القرعه تنستعمل هذه. انا دابا تندير كلشي بدقه واحده، علاش الدجاج راه ماشي بحال اللحم. نتي كل لحم تندير انا اللحم حتى يدخل الطياب، حتى يمكن لي ندير راه ما تاخذش بزاف ديال الوقت. نجرب البصله تقطعها كي بغيتو، راه دغيا تذوب. الملح تما شو قلتها لكم في الاول، الملح راه ضروري تلقاه، بلا ملح راه ما كاين والو. غير تجي زوينه نضم الاكل نديرو هذا الغدا. تنديرهاش انا بحق العشاء، العشاء راه ما كاينش اللي يقدر ياكلها، العشاء ضروري شي حاجه خفيفه. تروق يا سيت وانا راه تسيت الكمون ما شفتوش الكمون، راه هو ديروه تيجي زوين بحال المعيقه. وكان لي تيدير الحاره مطحونه ديك السودانيه ما تيديرش الابزار، انا تندير الابزار وما تندير السوداني. وانتم تشوفوا دابا انا صوبت هنايا خلات تقلى وغنمرقها ونتلاقاو من بعد. حتى خليتها تشحرات بحال هكايا وعاد غنمرقها، ضروري خاصها تشحر شويه باش الدجاج تيجي زوين في المذاق ديالو، تيدخلو ديك العطريه هذا تيتشحر مزيان. بنات انا رجعت معكم اللي طابت من اللوبيا هنايا، وانتم عاد تشوفوا الطبق اللي وجدت في اللوبيا. دابا كي تشوفوا ها الطبق ديال بوكي اللي وجد معنا، دا هو الغديوه ديالنا، ورافقتها بشويه الزيتون والخبز ديال الدار. هو ديال الغديوه ديالنا، وولفناكم نشاركوا معكم هذاك الشيء اللي تنديروه، راه تنشاركوا معكم. هو دا هو الغدا ديالنا، ويتمنى يعجبكم وبصحه وراحه.